نكمل مع حضراتكم. امبارح نشر اللاعب احمد حسن كوكا مهاجم منتخب مصر فيديو كان على انستغرام للنجم محمد صلاح، ده لما كان متواجد في الحجر الصحي عشان يطمن الناس عليه، وكمان قبل ما يتوجه صلاح للجونه في سياره مفروض معقمه بعد استشاره اكيد الاطباء عشان يستكمل بقى فتره الحجر الصحي هناك، على كمان ان يخضع للتحاليل والفحوصات اللازمه والمسحه الطبيه بعد 4 لـ5 أيام عشان يطمنوا على تطور حالته، هل لسه النتيجه ايجابيه ام سلبيه. يعني اكيد نتمنى كلنا من قلبنا ان شاء الله النتيجه انها تكون سلبيه. يعني بمجرد الاعلان عن اصابه محمد صلاح بكوفيد 19 مجموعه من الصحف الرياضيه الانجليزيه تحديدا كانت حاطه صوره ليه وكاتبه موفيد 19 طبعا يعني كاعلان عن اصابته، طبعا بنتمنى له الشفاء العاجل وكل المرضى يا رب العالمين. طيب نكمل مع حضراتكم بقى سلسله اخبارنا برعايه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. تنطلق النسخه الاولى من دوري الوزارات يوم السبت الجاي ان شاء الله في خماسي كره القدم للرجال وتنس الطاوله للسيدات لعدد 23 وزاره بالاضافه لديوان عام مجلس الوزراء. الكلام ده هيحصل في المركز الاولمبي في المعادي اكيد مع اتخاذ كافه التدابير والاجراءات الاحترازيه والوقائيه. كشف الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ان فكره الدوري جاءت في ظل اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه بصحه المواطنين وايضا تحفيزهم على ممارسه الرياضه بشكل يومي وخصوصا الجهاز الاداري للدوله لزياده الانتاجيه، وطبعا كمان انطلاقا من رؤيه واستراتيجيه الوزاره نحو جعل الرياضة أسلوب حياة واستثمار لنجاح المهرجان الرياضي الأول في مدينة العالمين الجديدة اللي شارك فيه السيد رئيس الوزراء والسادة الوزراء. يمكن احنا كنا من اول الناس اللي اتكلموا عن دوري الوزارات وقلنا قد ايه لفته جميله وكمان ترجمه على ارض الواقع لفكره هنا اهتمام الدوله بالرياضه، فكره يعني انا شايفاها حلوه جدا وكمان طبعا بتقرب الوزارات من بعض طبعا. وانا حابه يبقى في بقى كده زي عارف منافسات ونبتدي نشجع وزاره، انت تبقى مع وزاره مثلا السياحه انا بقى مع وزاره البيئه، عارف هتبقى لطيفه جدا. خلينا بقى نروح بعد كده نكمل مع حضراتكم. دايما احنا بنتكلم قد ايه يعني بلدنا جميله وبلدنا بيحصل عليها حقيقي حاجات كتير لازم نكون فخوره بيها، الكلام ده بمناسبه ان الاتحاد الدولي ليه بقوله للخماسي الحديث هنا شدد على اقامه بطوله العالم بقى للشباب في موعدها ده في فبراير القادم والمقرر اقامتها في الاسكندريه، وده ان دل يعني على شيء فاكيد بيدل على ثقه الاتحادات الدوليه في قدره مصر على تنظيم البطولات القوه، زي ما بنستعد كمان لمونديال اليد في يناير القادم زي ما حضراتكم متابعين مع اتخاذ برضه هنا كافه الاجراءات الاحترازيه الوقائيه للحمايه بقى من فيروس كورونا. هزود انا اللعين بناء كمان على قرار الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، دخل هنا منتخب مصر في معسكر مفتوح داخل ملاعب استاد القاهره الدولي استعدادا بقى لبطوله العالم للشباب، وهيضم منتخب الشباب كلا من بقى خليني اقول لحضراتكم برضو الاسامي او الفريق: احمد اسامه الجندي، مهند طارق شعبان، علي الدين سويلم، نور الدين كريم، أدهم هاني، فودة، إياد الكاشف، سلمى أيمن، وأميرة أنديل، هانيا طارق، أريش سرحان، ومايا عبد السميع، ودارين عمر. طيب اتحاد التنس اعتمد الخطة الفنية لملامح النشاط الرياضي للموسم الجديد وكمان موعد انطلاقه وموعد انتهائه. قرر اتحاد التنس تنفيذ خطة بديلة لتجهيز اللاعبين مع استمرار تأجيل انطلاق المسابقات المحلية طبعا بسبب عدم حسم الإجراءات الاحترازية المطلوبة من قبل اللجنة الطبية العليا، حيث قرر مسؤول الاتحاد إقامة بطولتين تنشيطيتين وديتين للأعمار السنية 16 و18 سنة ناشئين بمشاركة 12 لاعب وناشئات بمشاركة 11 لاعبة. الكلام ده هيحصل في الفترة من 15 إلى 21 من شهر أغسطس، واعتمد اتحاد التنس تشكيل لجنة طبية للاتحاد لمتابعة الإجراءات الاحترازية المطلوبة استعدادا لانطلاق البطولات المحلية.